عالم بشر، احنا مش مجرد خبر. ولا بتستنوا ينكتب بالتاريخ اهل غزة مات بالجوع؟ واذا ما ساعدتوناش اليوم، وقتاش بدكم تساعدونا؟ رمضان جاي علينا وعليكم، كل عام وانتم بخير. انتوا هتنتيلوا دوركم بالاكل، بالخضار وبالفواكه، هتتسحروا وهتفطروا وهتتحيروا شو هتاكلوا الصبح والمساء. بس احنا اصلا جعانين قبل ما يجي رمضان. انتوا بتستنوا انكم تلاقوا خبر انه اهل غزة ماتت جوعا. اجت الحرب دمرت كل اشي، كل اشي، المدرسة، كل اشي كنت تشارك فيه. راحت دورة التلاوة، كان هلقيت احنا منجزين في حفظ القرآن. كل شي راح، كنا نروح على المسجد نحفظ بعد المدرسة او قبل. كنا نرسم، نروح على دورات التلاوة في المدرسة، كان سجلت بدورة التلاوة ودورة الصحافة والإذاعات المدرسية كنت أشارك فيها. انتوا بتشوفوه على التلفزيون، بتشوفوه على الجوال، بس مش شايفينه بعينيكم، مش سمعين الصوت قدامكم. احنا شايفين هذا الدمار وسمعين كل